تشارك الكينية راشيل كابوي البالغة من العمر 51 عاما منزلها مع 600 قطة بأحدى ضواحي العاصمة نيروبي. وخصصت راشيل التي اكتسبت لقب سيدة القطط 95% من مساحة منزلها المكون من 4 غرف نوم للقطط، ويساعدها أبناؤها 5 بالعمل في مأوى القطط التي تأخذهم من الشارع وتقدم لهم العلاج والمأوى ثم تعرضهم لاحقا للتبني.